حبيب نمدي حالي أيام مدحوينها سومالي لان وسمي إسكوشان دايم بلادان هو وسيرة حلالكي أي قرن كو هايان كي قاضي حالك وقار كلان هو بدلي وسيرة دو حدبو وسير كو قد دي راقو لها وسيرة دا محمود ورسام جامع ومدحوين السيرة يو مقعابي بلا كهر وسير كو حيان كو وسيرة دا قاشان ديكا أيام مركلا مدحوينه هو مقعابي وسير دولها وسيرة دا قنع سيقية مالقشيقا وزير محمود أيام مر ورباهين تكولها اللي يي مقالة دهر كيسة سيوين وقامهاد عليا مدحوين السومالي لان حيل كانوا كرتاي تهي أفرتي بيسي لبي يتونات لبا كوني اللي حيو طبان وحنا لكن أغا هم بليين يا وان وقام هاد علنا يا ما هاد عضو بلاردنا نوغا تشيدين يا مدحوين ها قران كا مدان أحمد محمد محمود سيلانيو ويو قرتينا النوغدو وسيقو كوراها وساردة ناسي يو مالقشي عالمي قايد دلك تمريد السومالي لان أنا جو هرنا ومدحوينه يجو قرتي أفرتي بيش أفراد إلا بكون يلحق طبعاً إن النقطة وسيرك فيجين كي وسارة دجاش عندي جي دفاع قرنك مدحوينها ولا بدن حل بدول با يسوق يجي قرتي إن أديات بانو جم هاد علنيا وأنا جونا ديار بانو إن قرنك يجو شقيو حنبلا قاعدة يا إن سيد واجبات كدستور جاي قرنك يفرجيو إن أنا جودن دونو حلك أدب ما حسيتي وزير محمود ورسام جامع ayaa xilibaan gole deegan ka soo koray siyaasadda isagoo da'yar muddo kooban oo sanad ahna ku noqday wasiir ku xigeen isla markaana wasiir dawle taas oo kamera ka caysa taageerada ballaaran ee xukuumadda iyo xisbigeeda uga keenay gobolweynaha Sanaag oo lagu tilmaamo gobol muhiim ah tartanka doorashada Soomaaliland wa Maxamed Cabdi Ibrahim Kaalsan TV magaalada Hargeysa